يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم من بعد الفاصل وسلسلة تقاريرنا التثقيفية في السيارات لسه مستمرة. واليوم عندنا قطعة كمان مهمة من قطع السيارة ودائما تواجه بعض الناس مشاكل فيها، قطعتنا لليوم الشكامين. تعتبر الشكامين من الأجزاء المهمة جدا الملحقة بماكينة السيارة، وهي تقدم ثلاث وظائف مهمة للماكينة نفسها. واحد، تنقل نواتج العادم وتطلعها برا السيارة. اثنين، تبرد العادم. ثلاثة، تحد من صوتها المزعج. أسباب ظهور مشاكل الشكمان بسبب تأكسد الجدار الداخلي الموجود للشكمان. طيب يتأكسد من إيش؟ يتأكسد نتيجة تفاعل احتراق البنزين مع الهواء، بالإضافة إلى وجود بخار الماء في العادم نفسه، يؤدي إلى ظهور حمض الكبريتيك. طيب حمض الكبريتيك هذا إيش يسوي؟ يسبب تآكل المعدن نفسه، بالعامي يهري الشكمان. طيب ما دام حمض الكبريتيك هذا موجود، كيف أقدر أحاول أحافظ على الشكمان بشكل أكثر؟ قبل لا أطفي السيارة وانزل منها، ادعس على البنزين وحن عليه كم مرة بسرعة علشان تطير بقايا حمض الكبريت اللي موجودة عليه، وإن شاء الله أمورك طيبة. طيب هل في أسباب ثانية ممكن تأثر وتضر الشكمان؟ أكيد، ممكن في فصل الشتاء أو حتى إذا السيارة دخلت في بركة موية أو حاجة، يعني مكان فيه موية على أقل تقدير ولمس الشكمان. وش اللي يصير؟ احنا ذكرنا انه بخار المويه يتفاعل مع البنزين والهواء اللي يحترق ويؤدي الى حمض الكبريتيك. انت الان اضفت مويه مو بس بخار، فبالتالي اكيد راح يضر ويأثر على الشكمان. النصيحه حاول تبتعد عن اماكن برك المياه. طبعا هذا هو الشكمان، وهذا الطرف الاخير اللي يطلع من السياره. الشكمان في ثلاث حالات تقدر تعرف اذا كان فيها مشاكل ولا لا من خلال لون الدخان اللي يطلع. إذا كانت لون الدخنة اللي تطلع من الشكمان أزرق، معناها في عندك مشكلة في احتراق الزيت داخل غرفة الاحتراق اللي هو زيت المحرك، ومعناها أنت لازم تبدأ تضبط أحكام الشنابر اللي موجودة في الماكينة. أما لو كان اللون اللي يطلع أسود، معناها عندك نسبة احتراق البنزين أكثر من نسبة احتراق الهواء داخل غرفة الاحتراق في الماكينة، ولازم تضبط أحكام الكاربريتر. هذه كانت أبرز المعلومات اللي قدرنا نعطيكم إياها عن الشكامين، وإحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهالأسبوع، لكن الأكيد الأسبوع الجاي حيكون في عندنا سيارات أكثر وتثقيف أكثر. تصبحون على خير.